هنا بقى برضو لهم اشكال تاني. يجي يقول لك ده حتى في مسألة الخلق، هو خلق الله في ستة أيام، خلق الأرض والسماء ومش عارف زي ما بيقول في ستة أيام. كلمة ظرف ده ستة أيام، طبعا لا يكلمنا بستة أيام إلا بما نعرف نحن من مدلول كلمة الأيام في لغتنا. مش يخاطبنا وبلغتنا العربية كلمة يوم معناها إيه؟ 24 ساعة. مثلا ناخدها على النهار 24 ساعة، وإن كانت هي عندنا بتطلق على النهار بس لأن يوم وليل، كويس كده؟ طب في ستة أيام، طب اللي بيقول على أنها 24 ساعة ده كل الزمن، واللي بيقول على أنها النهار العامل يعني نهار يومنا إيه؟ نهار يعني. يبقى نهار لأننا بننام الباقي، يبقى ده يبقى المحسوب الإيه؟ محسوب العملية اللي إحنا بنتحرك فيها. كويس كده. طيب الأيام دي ما دام كده يبقى بعرف لغاتنا لها مدلول، وما دام ربنا بيخاطبنا بلغتنا يبقى يريد أن نفهم الأيام بمدلول لغتنا في الأيام. وجود الزمن في أي عمل يقتضي علاجا. إيه يعني يقتضي علاج؟ العلاج إنك أنت تباشر العملية بفعل. يعني عايز تخيط ثوب، يبقى في علاج بإنك تجيب إبرة، مش كده؟ وتأتي بالخيط وتلضم الإبرة في الإيه؟ في الخيط، وبعدين تقعد إيه؟ تجيب وتلفه وتخيط. كل واحد من هذا الحدث العلاجي بيحتاج لزمن، بيحتاج لزمن. إذن الزمن لا يوجد إلا إذا وجد إيه؟ علاج، يعني عملية الواحد بيشتغلها. الله يخلق بلا علاج. الله يخلقه ده بيخلق بكون. يبقى إيه ستة أيام بقى؟ عايزين الزمن إحنا ليه نعمل بو إيه؟ عايزين الزمن نعمل بو إيه؟ ده الكلام ده تقوله إذا كان الله في خلقه يحتاج لعلاج بيعالج المسألة. الزمن يدو بيستسع لدي ولدي ولدي ولدي، نقول له ما دمت فهمت العلاج وغير العلاج وكن لا تحتاج علاج ومش عارف، يبقى مش عايزة زمن. يبقى يجب أن تفهم أولا أن هناك فرق بين مدة الخلق والتكوين والأمر بالخلق والتكوين. خدوا دي عايزين تفهموها بدقة شوية. أنت مثلا عايز تصنع كوب زبادي، الكوب الزبادي ده بياخد قد إيه على ما يبقى من اللبن إلى زبادي؟ ياخد كم ساعة مثلا؟ 8 ساعات. ياخد 8 ساعات. التمن ساعات دي مالكش أنت عمل فيهم، إنما العمل أنك أودعت العناصر التي تتفاعل لتعمل. يبقى ما نقولش ان انت عملت كوب الزبادي في ستة في 8 ساعات، انت عملت كوب الزبادي كله في ربع دقيقه. يبقى ما اقتضاش علاج. يبقى هو لما خلق الارض وضب لها الكون يا عناصر، فكانت العناصر وهي بتتفاعل بقى في مدتها بقى تتفاعل. طب هو خلقك في قد ايه انت في بطن امك؟ 9 اشهر، وقعد يشتغل فيك 9 اشهر؟ لا، ده هي كون وبعدين خدت مجراها بقى التفاعلي. يبقى ستة أيام هي المجرى التفاعلي لخلق السماوات والأرض، إنما لم تقتضي علاجا من الله، ولذلك بيلحظ لأن العلاج يقتضي حركة، خلاص، والحركة تقتضي متحركا، ودي أحداث كلها ما تجوزش على الله، أحداث ما تجوزش. والذي يتحرك بفعل علاج يحتاج إلى زمن يتسع لعلاجه على قدر قدرته، مش كده؟ وإذا كانت المسألة منسوبة إلى القدرة، فأنا حين أذهب لأعطي صبيا ثوبا ليخيطه لي أيأخذ منه علاجا كما يأخذ من الأسطى اللي قاعد وما يعلمه؟ ليه؟ إذن بيختلف بقدرته. كلما زادت القدرة والمهارة كلما قل إيه؟ قل الزمن. فانسب الشيء إلى قدرة القادر، يبقى لا زمن، زادك الله علم. يبقى ما فيش زمن خالص. يبقى ستة أيام دي أي أخذتها لتتفاعل تفاعلها كما يخلق الله الجنين بكل، ثم يتركه في بطن أمه 9 أشهر، فلا يقال إن الله خلق الجنين في 9 ولكن مدة إبرازه للوجود 9 أشهر. أنت تذهب بقطعة من قماش إلى خياط، وبعدين يقول تقول له تخلص لي دي في قد إيه؟ يقول لك في شهر. يعني عمرها عندي شهر، تقعد عندي شهر.
مش عشان هشتغل فيها في شهر، انا قبل الشهر ما يخلص بساعتين هعملها. تبقى ما خدتش الزمن دي، انما عمر ابرازها عندي شهر. كذلك عمر ابراز السماوات والارض عند الله 6 ايام. خلق مادتها وخلقها لتتفاعل بتفاعلها الخاصه، فخدت 6 ايه 6 ايام. دي خدت يومين ودي خدت مش عارف ايه وخدت ايه. ادي الاشكال.